بسم الله الرحمن الرحيم. شباب كلية العلوم جميع المستويات، الأول والثاني والثالث والرابع، أهلا وسهلا بكم، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله عام دراسي سعيد وآمن على الجميع. إن شاء الله في الفيديو ده مع حضراتكم هنبدأ بس إزاي إن إحنا نبدأ المحاضرة، وإزاي إن إحنا ننضم للمحاضرة أونلاين، بحيث إن أنا إن شاء الله ما يفوتنيش حاجة، مع مجموعة من التيبس والمهارات اللي تساعدكم إن أنتم تحضروا المحاضرة كاملة وتعرفوا كل المميزات الموجودة في مايكروسوفت تيمز. احنا دلوقتي حاليا هنبدا ديمو حاليا. معايا دكتور محمد شهاب موجود في الطرف المقابل كمحاضر، وانا هنضم كطالب، فحضراتكم هتشوفوا الشاشه كامله اكن احنا بالظبط بنمارس حاله عمليه. حضرتك على طول انت بطبيعه الحال بتفتح المايكروسوفت تيمز الخاصه بيك خلاص باستمرار، ده احنا قلنا باستخدام الايميل الجامعي، وبنقدر ان احنا نستعمل الايميل الجامعي بتاعنا من موقع الكليه، خدمات طلابيه، الحصول على البريد الالكتروني، وبندخل رقم القومي وبنحصل على اليوزر نيم والباسورد. ممكن نحمل مايكروسوفت تيمز ابلكيشن على الموبايل من ابل ستور او من جوجل بلاي ومن اب ستور، او كمان ان احنا بننزله على الكمبيوتر. لما بنحمل الابلكيشن عندنا في اي حال من الاحوال بنعمل فيه ساين ان باستخدام الايميل الجامعي والباسورد. كل طالب فيكم بيدخل على المايكروسوفت تيمز بيلاقي قدامه المحاضرات المقررات اللي هو مسجلها كامله موجوده. لو في عنده حاجه ناقصه او حاجه مش موجوده هيتواصل معانا في وحده التعليم عن بعد مع الدكتور امجد سلامه، او في وحده الاي تي هيبلغنا بان في مقررات مش موجوده عنده وهو مسجلها. طيب انا دلوقتي حاليا هفترض ان انا خلاص اموري مظبطه، وانا عندي مقرر زي اللي موجود قدام حضراتكم كده اسمه التدريب على مايكروسوفت. فانا محتاج ايه اللي بشوفه؟ انا بفتح المقررات بتاعتي، عندي حاجات هتابع منها البوستات اللي بتنزل بالنسبه لي بخصوص المحاضرات الجديده. فانا لو فاتح المقرر بتاعي وعارف الميعاد بتاعه، فانا بلاقي عندي في البوست عندي في محاضره ليكتشر 1 في انتروداكشن تو بلازما فيزيكس، دي يوم ميعادها يوم 26 اللي هو النهارده الساعه 29 دقيقة. طيب انا بعمل ايه لما بلاقي عندي بوست بالشكل ده؟ انا خلاص بضغط عليها تمام كده، وبلاقي عندي موجود عندي اوبشن اد تو كاليندر. لما بعمل لها اد تو كاليندر خلاص كده بيروح على طول ليا رسالة على الايميل الجامعي، وبيكون فيها ريمايند واليرت بميعاد المحاضرة. وكمان في نفس الوقت لو ضغطت على الكاليندر واخترت يوم 26 هلاقي عندي محاضره موجوده اهي. طبعا حضراتكم اللي عندكم المحاضرات كلها بنفس الطريقه كده، هتلاقي عندك محاضره موجوده اللي هي الليكتشر 1 اللي عملها الدكتور محمد شهاب، ميعادها الساعه النهارده خلاص من الساعه 29 دقيقه بي ام ل 59 دقيقه بي ام. تمام، يبقى انا كده المحاضره بتاعتي موجوده في وقتها على طول مباشره. انا لما بضغط عليها اهو بيبقى عندي جوين تمام كده. دكتور محمد دلوقتي حاليا لو ضغط على المحاضره وفتحها قدامه دقيقه بالظبط وهيعمل جوين، وانا هعمل جوين معاه في نفس التوقيت بالظبط، بحيث ان انا هظهر قدامي كمان ان انا اكسبت لي المحاضره، ودكتور محمد كمان راح له نوتيفيكيشن ان علي ان الاي تي هنا اكسبتد انها تنضم للمحاضره، وباقي الزملاء معاك كلهم هيكونوا موجودين في نفس الليست. خلال دقيقه واحده بالظبط الدكتور محمد هيكون موجود معانا اونلاين. طيب انا كمان عندي حاجه مهمه محتاج ان انا اتابعها. انا عندي هنا في اوبشن موجود اسمه فايلز تمام. الفايلز ده هتلاقي فيه المحاضرات الاستاذ رفعها لك خلاص، هو حاطط مجموعه المحاضرات هنا هتلاقيها كلها موجوده. عندك اوبشن ان انت تعمل داونلود للمحاضره، او لو انت عاوز ترفع اي اساينمنت بخلافه. فانت لو عاوز تعمل محاضره معينه هتختار هنا وهتختار داونلود تمام، او ربما انت تقدر تاخد كوبي من اللينك بتاعها تبعتها لزملاء من الزملاء. فبالتالي انا عندي اوبشن موجود حالا، هيكون عندنا دلوقتي حاليا هنعمل جوين للمحاضره. خلاص المحاضره بدات اهي بقى 29 ثانيه، فانا هعمل جوين. الشاشه اللي قدام حضرتك دي بتظهر لاول مره خلاص، فانا هعمل جوين ناو، وهنشوف الاوبشنز المتاحه بالنسبه لي كطالب بحضر محاضره اونلاين مع الاستاذ. بضغط على جوين ناو، انا كده خلاص انضميت للمحاضره. ظهر معايا هنا اسم الدكتور محمد شهاب موجود، وهيظهر معاك باقي الزملاء الموجودين. حاجه انت هنا هتلاحظ في حاجه ان انا الاستاذ قافل عليا المايك خلاص، ان هو كده خلاص مش هيسمعني من المايك، مش عارف اتكلم معاه. انا ممكن بس اشير معاه الفيديو. عندي هنا اوبشن كمان ان انا ارفع ايديا لو انا عندي سؤال،
خلاص. وكمان عندي الشات بوكس لو انا عاوز اكتب اي حاجه للاستاذ او للزملاء الموجودين معايا، وكمان بقدر اعرف البارتيسيبنت الزملاء الموجودين معايا اللي حاضرين حاجه. في الناحيه الثانيه الاستاذ عنده اوبشنز ثانيه انت مش بتشوفها، بيقدر يعرف الاتنديز، ونقطه مهمه جدا جدا بالنسبه لنا ان الاستاذ بياخد في نهايه المحاضره بياخد لسته بالناس اللي حضروا معاه ومين كان شغال اكتف. وخلي بالك ان كتير من الدكاتره هيتبع الاسلوب افتح كاميرتك، او هيبدا يسال اسئله او ينده على حد من الموجودين، فالناس كلها تكون ستاند باي علشان يقدر حاجه. انت هنا ما عندكش اوبشن انك تتكلم ولا اوبشن انك تشارك الا بامر الاستاذ. فدلوقتي الدكتور محمد معانا كمحاضر هيفتح البرزنتيشن وهنتابع معاه الشرح بتاعه وهنسمع الشرح. دكتور محمد هيبدا حالا دلوقتي يشارك معانا البرزنتيشن. تمام يا باشا، اتفضل يا، احنا جاهزين. دكتور محمد بيحمل المحاضرة، خلاص هو مجهز الباوربوينت، وعلى بس بتاخد توقيت، يمكن يعني ممكن تاخد دقيقة ولا حاجة على ما البرزنتيشن يظهر وهيبدأ عملية الشرح. تمام ماشي يا باشا. دكتور محمد كده كده تمام مع ماشي ماشي يا ريس، حضرتك سامعني؟ لا تمام، احنا تمام. انا دلوقتي بفترض الدكتور محمد تمام. دكتور محمد كده خلاص انا هرفع ايديا، انا المحاضرة بتنتهي وانا عندي سؤال، وانا ممكن اكتب السؤال بتاعي في الشات او ان انا هرفع ايدي. لما هرفع ايديا الدكتور محمد راح له علامة ان انا رافع ايدي، فهيسمح لي ان انا اتكلم خلاص، وهيفتح المايك بتاعي. انا دلوقتي بانتظار ان المايك بتاعي فتح خلاص، اهو شايفين انا دلوقتي هدوس عليه تمام، هفتح المايك كده. الدكتور محمد سامعني يا باشا؟ تمام اوكي تمام. انا بس يا باشا كنت هسأل حضرتك ان انا اول مرة اعرف ان المادة لها 4 حالات. فبالتالي خلاص انا كده تمام اوكي. كده احنا في البرزنتيشن معانا كامل. الناحيه الثانيه الدكتور محمد كان بيسجل المحاضره، خلي بالك ان هو لغي لي الاوبشن بتاع ستارت ريكوردنج، هو اللي بيعمله من عنده. والاستاذ بيسجل المحاضره، المحاضره بتكون موجوده، هتبقى موجوده عندك في الاكتيفيتي، تقدر انك تعملها داونلود خلال 20 يوم من المحاضره، من النهارده يعني النهارده 26، بعد 20 يوم من النهارده تقدر ان انت تشوف المحاضره دي. فكده دي الخطوات المطلوبه في المرحله الاولانيه بالنسبه لنا، ان احنا كطلبه ازاي ان احنا بننضم للمحاضره، وازاي ان احنا لو عندنا سؤال. هو طبعا الاستاذ بيكون قافل الصوت في الاول عشان جوده النت، الحاجه الثانيه كمان علشان ان هو ما يبقاش فيه تداخل ولا يحصل ايكو في الصوت. كلنا بنلتزم بالتعليمات بحكم ان احنا ممكن نكون مثلا في 100 طالب موجودين او اكتر في المستوى الاول، فبالتالي احنا ملتزمين بالتعليمات كويس قوي علشان المحاضره ان شاء الله حي. هتلاقي عند حضرتك كده في علامه موجوده شايفين كده ان هو الريكوردنج هاز ستارتد، هو بدا المحاضره اصلا مسجلها تمام. فبالتالي خلاص انا عندي تسجيل محاضره كامل، هتلاقي الشرح موجود عندك بالسكرين.
تمام. هو دكتور محمد، بس انا استاذنك، ممكن انت مشغل التسجيل دلوقتي حاليا، ممكن اوبشن عندك اوبشن اسمه في الشير، في ممكن عندك اوبشن اسمه شير وايت بورد. حضرتك ممكن تضغط على الشير وايت بورد كده، واحنا وحضرتك مسجل بقى المحاضره عندك، خليها مسجله عشان هنختبر حاجه بس في الاخر. فافتح حضرتك بقى الوايت بورد، حضرتك عاوز تكتب لي معادله، ترسم اي حاجه، اعمل شير للوايت بورد كده. الاستاذ عنده هنا فرصه ان هو طبعا بالنسبه لي الطلبه، عشان موضوع ممكن حد بيكتب معادله كيميائيه او ان هو هيرسم رسمه في الفيزياء او في الرياضه، في بعض الدكاتره عندهم السمارت سكرين للتاتش سكرين، فممكن يستعملها ويستعمل لك الوايت بورد خلاص، ودي كمان بتتسجل طالما ان هو عمل لها شير، هقدر ان انا اتابع معاه. ممكن هو عنده حاجات يكتب او يرسم، دي هتحتاجوها كتير قوي في موضوع الرياضيات عشان بتكون اسرع. فدي من الحاجات اللي ممكن هتشوفوها، وفي نفس الوقت الحاجات دي كلها بتبقى بس موجوده في التسجيل بتاع حضرتك. خلاص، يبقى احنا النهارده في الفيديو السريع ده بدأنا حاجتين، ازاي ان احنا بنجيب الايميل بتاعنا من موقع الجامعه خدمات طلابيه، وبنفعله الاول على الايميل، بنشغل بيه الايميل، وبعدين بنعمل بيه ساين ان على مايكروسوفت تيمز، وممكن ننزله ابلكيشن على الموبايل او اي سمارت فون معاك من اب ستور او جوجل بلاي، والافضل ان ده طبعا ما يكون موجود معاك على اللاب عشان تظهر كل الاوبشن. حضرتك بتتابع البوست، يعني طبعا انت عارف مواعيد محاضراتك، الكاليندر بتاعتك الاساتذه كلها بتكريت قبلها بفتره، فانت بتدخل باستمرار على الكاليندر وتحجز محاضراتك بحيث ان هو يجي لك قبل المحاضره ريمايند باستمرار. انت كده اس كده خلاص حافظ معظم الوقت، حافظ جدولك، بتنضم للمحاضره اونلاين، وخلي بالك ان الاستاذ بيكون عنده لسته بالاتنديز، الطلبه اللي موجودين عنده اللي حضروا، وفي نفس الوقت حضرتك شفت الدنيا اخبارها ايه، لو انت عندك سؤال بترفع ايديك، لو انت عندك حاجه بتكتب في الشات الموجود عندك. خلاص، الاستاذ بيسمح لك بالدخول في الوقت في الاخر، بيفتح المايك عشان الناس تشتغل، هو قافل المايك في الاول بيكون اساسه ان هو يعني بس عشان تظبيط النت، في بعض الدكاتره هتلاقي سايب لك المايك مفتوح، فيفضل طبعا ان انت ايه من نفسك ان انت تقفله عشان ما يحصلش اي تداخل في الصوت، حتى لو في حد بيتكلم في البيت ولا اي حاجه، يبقى انت برضو ايه في الامان. عندك برضو الكاميرا بتاعتك، ممكن انك تفتحها او تقفلها. بنشكر بالنيابه عنكم الدكتور محمد شهاب، كان موجود معانا في الطرف الاخر، وبنشكركم جميعا، ونلتقي ان شاء الله في تيبس جديده مع مايكروسوفت تيمز. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.